مدنيين فيش عندهم اي مظاهر عسكريه اي شيء، احنا نايمين امنين، لا تحذير ولا غيره، ما بنشوف يعني الا البطون فوقينا والنار والدنيا هاي، ما بنعرف ايش اللي بصير، لا حذرونا ولا قالوا في عندك شيء، واحنا امنين ما في عندنا اي مظاهر عسكريه، لو عندهم مظاهر عسكريه ما بنضل في البيوت، بس ما عندنا ناس مأمنين ومسلمين وكلهم اطفال وحريم اللي هذا. احنا لينا 9 شهور بنتامل في المحاكم الدوليه ولا في اي محاكم دوليه ولا حاجه، هم اتفقوا علينا عشان يذبحونا، هاي الحين من 9 شهور 4 مرات ننقصف، دار عمي وابوي واخواني وبلاد عمي كلهم ماتوا، ايش بتصنف ايش انت الشعوب العربيه؟ عشان نموت كلياتنا كل غزه تباد عشان تصير هدنه؟ اصبر شوي اصبر شوي اصبر عشان يجز